مشاهدينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم. ما طبيعة المخطط الإسرائيلي الجديد القاضي بمصادرة ما تبقى من أملاك عربية خاصة في القدس الشرقية المحتلة؟ إلى أي مدى بات مصير القدس بهويتها وسكانها على المحك؟ هل يمكن لقرار من هذا النوع أن يمر مرور الكرام بعدما سبقته في ذلك عشرات قرارات التهويد الإسرائيلية؟ ما الذي يمكن للدول العربية والإسلامية أن تفعله لمواجهة أكبر مخطط تهويد للمدينة منذ سنة 1967؟ وما موقف السلطة الفلسطينية من المفاوضات على ضوء هذه التطورات؟ وما الذي يمكن لسائر الفصائل أن تقوم به؟ مصير القدس في ظل مخطط التهويد هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، الذي نستضيف بها في الاستوديو مدير عام مؤسسة القدس الدولية الدكتور محمد أكرم العدلوني. ومن رام الله ينضم إلينا مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، ومن دمشق مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج ماهر الطاهر. نرحب بضيوفنا الكرام، وقبل أن نبدأ هذه الحلقة سنقوم باستعراض أبرز المواقف الصادرة بخصوص هذا الملف. إذا في صحيفة هآرتس، الصحيفة أشارت إلى أن المخطط الهيكل الجديد يرمي إلى مصادرة ما تبقى من الأملاك العربية الخاصة في القدس الشرقية بعد استكمال الاستيلاء على الأملاك العامة فيها. رابطة عير عميم اليسارية الإسرائيلية قالت إن المخطط يسلب الفلسطينيين في المدينة حقهم ويسمح ببناء 13500 وحدة سكنية لهم في شرقي المدينة حتى عام 2030. رئيس بلدية القدس المحتلة قال إن عمليات البناء التي يقوم بها الفلسطينيون في المدينة تمنع البلدية من بناء مجمع سياحي. الداخلية الإسرائيلية قالت إن ثمة مناقشات جدية تجري في مسعى حثيث من أجل إقرار هذه الخطة. محمود عباس قال إن السلطة لن تقبل بأي بديل عن القدس كعاصمة للدولة المستقبلية رغم العروض المطروحة. صائب عريقات يقول إن تنفيذ إسرائيل هذا المخطط سيؤدي إلى تدمير العملية السلمية برمتها، بينما يضيف سلام فياض إن أي اتفاق لم يتم على إعادة المحادثات مع الجانب الفلسطيني، وإن الفلسطينيون لا يثقون بمسار فشل في وقف الاستيطان الإسرائيلي. إذن بعد استعراض هذه المواقف إلى ضيفنا في الاستوديو مباشرة دكتور محمد أكرم العدلوني مدير عام مؤسسة القدس الدولية، نرحب بك مجددا دكتور. حياكم الله سيدي، يعطيكم العافية، الله يبارك فيكم. دكتور، يعني حسم الصراع على هوية القدس قد يكون عنوان بارز لما يحصل حاليا، هل دخلنا مرحلة الخطر الفعلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية تحية للفضائية العالم، وتحية لكم، وتحية لضيفيك الكريمين الأخ المناضل الدكتور ماهر الطاهر، والأخ الصديق العزيز الأستاذ حاتم عبد القادر. بداية لابد من تصحيح بسيط، أنا العضو المنتدب في مؤسسة القدس الدولية وليس المدينة. نعم. فقط للتنويه. الحقيقة الحديث عن القدس والحديث عن مصيرها والحديث عن مستقبلها والحديث عن تفاصيل المخطط الهيكلي لابد له من توطئة أو مقدمة. هذه التوطئة والمقدمة تبدأ بما يلي. ابتداء، هذا العدو الصهيوني الذي نواجهه اليوم ليس عدوا عاديا، وليس صاحب مشروع عادي، وإنما صاحب مشروع استعماري استيطاني إحلالي إبدالي، جاء لكي يقتلع الأرض والسكان والشعب والهوية والذكريات والمقدسات والأسماء والثقافة والدين وكل ما له علاقة بهذه المنطقة وكل ما له علاقة بهذا الشعب الفلسطيني. طيب. لذلك هذا المخطط قام، الحقيقة قام ويحميه ويحصنه ويدعمه قرار. هذا القرار كما أتحدث عنه أنه قرار ثلاثي الأبعاد. البعد الأول فيه هو البعد السياسي. معنى ذلك أن هناك قرار سياسي تجتمع عليه كل مكونات صناعة القرار السياسي في دولة الاحتلال، من أحزاب وجمعيات وكنيست وحكومة وحكومة مصغرة، على أن القدس، هذه القدس بالنسبة لهم أورشليم. طيب، يعني أورشليم الكبرى. القرار المتعلق بالبعد الاستراتيجي يتعلق بأنه ليس هناك منازع لنا، هي عاصمة دولة إسرائيل كما يزعمون بلا منازع، وتناقش قضاياها وتعتبر في الأجندة رقم واحد عند كل الأحزاب وعند كل الحكومات المتتالية. هذا البعد، هذا رقم واحد. يدعم ذلك طبعا، يدعم ذلك قرار أمريكي
خاصة تلك الرؤية التي طرحها الأمريكان الذي يتحدث عن المدينة المتعددة، المدينة المتعددة أو العاصمة المفتوحة ومبادرة البلدة القديمة كما جاء في ذلك. وهناك مظلة دولية يحاول العدو الإسرائيلي مع حلفائه حتى يستطيعوا أن يعني تظلهم هذه. ثم هناك ترحيب للأسف الشديد، وهنا الخطورة أخي ربيع، هنا الخطورة أن هناك ترحيب من دول الاعتدال العربي بمثل هذه المقولات. هذا البعد الأول في القرار. البعد الثاني وهو البعد الديني أو الموقف الديني، هناك قرار بإعلان يهودية الدولة، وحتى تستكمل يهودية الدولة لابد من استكمال يهودية العاصمة. ويهودية العاصمة قلبها الأساسي، قلبها الأساسي هو المسجد الأقصى المبارك، وبقية المقدسات يريدون أن يستكملوا تهويدها، وبالتالي تقسيمها. هناك عمل يجري في هذا الموضوع. الأمر الثالث والبعد الثالث وهو البعد المهم والخطير، البعد القانوني. البعد القانوني، هناك تطور حصل في إصدار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منذ عام 2007 من السماح لليهود بأن يثبت أو يثبت حقهم لوجودهم في شرقي القدس وبالذات في ساحات المسجد الأقصى. كل ذلك الموقف السياسي، الموقف القانوني، الموقف الديني، عزز إرادة عامة موجودة لدى المجتمع الإسرائيلي بقيادة الحكومة. هذا دفعهم باتجاه اعتبار عام 2010 وهو اقتباس أو خطوة مرحلية متقدمة من المخطط الهيكلي 2020 الذي رسموه من أجل استكمال السيطرة على مدينة القدس. يعني عملية الاستكمال ستتم بعد 10 سنوات بحسب هذا المخطط. 2010 تعتبر عام حسم، وخاصة الجزء الثاني من هذا العام، وهناك شواهد تؤكد على أن هذا العام يعتبر عام حسم بشكل يكاد يكون ذروته في الستة الأشهر القريبة القادمة. وسبب ذلك إذا سمحت لي، سبب ذلك الحقيقة سببين أساسيين. أن العقلية الصهيونية اصطدمت في الفترة الماضية بكارثتين أو بأزمتين. الأزمة الأولى أن مساعيها على مدار أكثر من 42 عاما في البحث عن الآثار، جاء تقرير باندوف الذي كان رئيس البعثة الإسرائيلية بأنه ليس هناك آثار، وبالتالي لجأوا إلى خلق هذه الآثار. هذه صدمة لدى اليهودي الذي ينتظر أين هي الآثار التي تبعثوا. الصدمة الثانية فشلهم الذريع أمام قوى المقاومة في عام 2006، ثم فشلهم في جنوب لبنان طبعا، ثم فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة مؤخرا في أواخر عام 2008.